لا تترك صلاة الوتر أبدا. إن أردت أن تصليها كما تصليها في رمضان 11 ركعة فهو خير، فإن صليتها قل من ذلك فلا بأس، لكن لا تتركها أبدا، ولو أن تصليها ولو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. والله ما يحافظ على الوتر إلا من في قلبه إيمان. أما الذي يكون الإيمان منقوصا ربما لا يحافظ عليه ولا يهتم به. لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، يعني الوتر وما يتعلق به، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. احرص أن لا تترك صلاة الوتر ولو أن تصلي العشاء ثم تأتي بركعة واحدة، فإن صليت ثلاث ركعات فهو أفضل، وإن صليت خمسا فهو أفضل، ومن زاد فله الزيادة، لكن المهم ألا تغلبك نفسك ولو على الأقل على ركعة واحدة، حتى تكتب طوال العام من قوام الليل عند الله تعالى.